للمزيد بهذا الشأن ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة ريحانية تركيا الخبير العسكري السوري الأستاذ أديب العلاوي. مرحبا بك سيد أديب. هجوم جديد هو الثاني خلال أسبوع يستهدف القوات الأمريكية ويسفر عن جريحين بين صفوف الجنود الأمريكيين في الحسكة شمال شرق سوريا. برأيك يعني ما الهدف من تلك الهجمات؟ ما قراءتك لها؟ نعم، تحياتي لكم وتحية للمشاهدين. حياكم. يعني أنا أعتقد أن وراء هذه الهجمات هو ليس تنظيم الدولة بقدر ما هو تنظيم قسد لعرقلة انسحاب القوات الأمريكية. والدليل يعني أعتقد أن يعني ما أرمي إليه هو أن قسد هي من تسهل لتنظيم الدولة لمثل هذه التفجيرات من أجل عرقلة انسحاب القوات الأمريكية، وإلا لما استطاع يعني تنظيم الدولة الانتقال بالتفجير الأول من المنطقة الشرقية شرق الفرات إلى مدينة منبج بمسافة أكثر من 300 إلى 400 كيلومتر للوصول إلى مدينة منبج بمنطقة هي تحت القبضة الأمنية الأمريكية ولقوات قسد. يعني كان من الصعب. والتفجير الثاني أعتقد أنه أيضا بتسهيلات من قسد للوصول إلى القوات الأمريكية وإلى هذا الرتل الذي يفترض أن يكون يعني فيه هناك تحصينات أمنية ومنع للاقتراب لأي شخص وليس إلى عربة لتقوم بتفجير ضمن رتل أمريكي ومن قوات قسد. لذلك أعتقد أن قسد وراء هذه التفجيرات من أجل عرقلة انسحاب القوات الأمريكية. نعم، في اتصال هاتفي أبلغ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نظيره الأمريكي دونالد ترامب استعداد تركيا لتولي حفظ الأمن في منطقة منبج السورية. إلى أي مدى ترى أن ترامب مقتنع بالطرح التركي وسيتخلى عن حلفائه من الميليشيات الكردية؟ يا سيدي، بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية أعتقد أنها يعني يعني ليس لها حليف 100%. يعني من يتغطى باللحاف الأمريكي يعني أعتقد أنه يبات بردان. يعني بمعنى آخر، ما قيل منذ عشرات السنين بأن على الولايات المتحدة الأمريكية، هذا ما قاله طبعا منذ عشرات السنين وزير خارجية يعني الولايات المتحدة الأمريكية، قال بأن على حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية أن يخشونها أكثر من أعدائها. بمعنى آخر أن الولايات المتحدة الأمريكية يمكن أن تتخلى عن أي حليف في أي لحظة. وبالتالي أنا أعتقد أنه إذا ما صدق ترامب، وحتى الآن ترامب لم يصدق مع تركيا حتى هذه اللحظة وهو يناور ضمن معطيات منبج، لأن اتفاق منبج قد تم منذ أشهر وحتى الآن لم يتم تنفيذه بالشكل الأمثل، والولايات المتحدة الأمريكية حتى الآن هي تناور، وبرغم من تخليها عن يعني حلفائها الأكراد في هذه المنطقة، لكن أعتقد أن التنفيذ حتى الآن لم يتم نتيجة التناقضات الحقيقة التي تعيشها الولايات المتحدة الأمريكية بين البنتاغون وبين البيت الأبيض وبين الكونغرس والبيت الأبيض. بالحديث عن التجاذبات التركية الأمريكية بشأن الشمال السوري، إلى أي مدى تتوقع أن تقبل أنقرة بمنطقة آمنة وفق الرؤية الأمريكية القائمة على التعاون مع ميليشيا حماية الشعب الكردية؟ يعني الحقيقة موضوع المنطقة الآمنة والمنطقة العازلة فيها الكثير من التناقضات، لأن فيها يعني أصابع كثيرة في هذه المنطقة. يعني هناك رأي للروس يختلف عن الرأي التركي والرأي الأمريكي، وهناك يعني شروط أيضا أمريكية تختلف عن ما تطلبه تركيا، وهناك أيضا يعني رأي للقسد التي تسيطر على المنطقة يتناقض حتى مع الرؤية الأمريكية والرؤية الروسية والرؤية التركية. وبالتالي أقول أن هناك الكثير من التناقضات حول المنطقة العازلة حتى الآن لم يتم الاتفاق عليها بين كل هذه الأطراف المتنازعة. يعني روسيا تريد أن يكون النظام الحفظ الأوفر هناك، وهذا ما لا تسمح به يعني تركيا. تركيا تريد أن يكون هناك يعني بضمن هذه المنطقة العادلة بغض النظر عن قياساتها، تريد أن يكون هناك منع الطيران من التواجد ويعني المنع الجوي، هذا ما لم توافق عليه روسيا. يعني تركيا تريد أن يكون مساحتها العمق 32 كيلومتر، هذا لم توافق عليه الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك هناك كثير من التناقضات والتشعبات، لم يتفق كل الأطراف
على رؤية يعني بشأن الانسحاب الأمريكي من سوريا، المبعوث الأمريكي السابق للتحالف الدولي بريت ماكور قال إن الولايات المتحدة ليس لديها خطة لما بعد الانسحاب من سوريا. يعني إلى أي مدى ترى قرار ترامب إذن قرار الانسحاب، إلى أي مدى تراه عشوائيا يفتقر إلى رؤية استراتيجية؟ يا سيدي الكريم، هذا ما قاله يعني السيناتور الذي زار تركيا منذ أيام، عندما قال بأن الانسحاب بهذا الشكل المفاجئ سيؤدي إلى فوضى. والحقيقة أعتقد أن هذا السحاب الغير ممنهج يمكن أن يؤدي إلى تناقضات وإلى فوضى. لكن ما يعني نتيجة الاتصال الذي كان منذ ما قبل الانسحاب أو ما قبل قرار الانسحاب بيومين، كان هناك اتصال بين الرئيس أردوغان وبين الرئيس ترامب، عندما قال له أن القوات الأمريكية ستنسحب وعلى تركيا أن تحل مكان القوات الأمريكية. يعني بمعنى آخر قال له استلم مكان القواعد الأمريكية. أعتقد أن هذا الطرح إذا ما تم يمكن أن يقلل من حالة الفوضى، لكن أعتقد أن روسيا حتى الآن لم توافق على أن تحل القوات التركية مكان القوات الأمريكية، وحتى الآن يعني لم توافق الولايات المتحدة الأمريكية على هذا القرار. ختاما، المبعوث الأممي للخاص إلى سوريا جير بيدرسون وصل إلى موسكو لعقد سلسلة من الاجتماعات، هل تراه سينجح فيما فشل فيه ديمستورا؟ لم أسمع السؤال لو سمحت. المبعوث الأمريكي الأممي الخاص إلى سوريا عندما يصل إلى روسيا، هل تراه أنه ربما سينجح فيما فشل فيه ديمستورا؟ لا أعتقد أنه سينجح النجاح الكامل. أنا كما قلنا أنه هي عبارة عن تجاذبات. المبعوث الأممي هو عبارة عن، يعني دعني أقول أنه موظف، يعني المخضرم الذي ما يعني ديمستورا لم يستطع أن يتقدم ولا قيد أنملة حتى هذه اللحظة، لا على الصعيد السياسي ولا العسكري ولا على أي صعيد كان. فما لا أعتقد أن يعني المبعوث الأممي سيكون يعني له باع يعني أكثر من ما فعله ديمستورا، لكن هو بالنهاية موظف يقوم بدوره دون يعني أن يكون يعني لهذا الدور أي تقدم. إذا ما يعني زيارتي لن تقدم ولم تؤخر، التفاهمات ستكون بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين روسيا أولا وبين الأطراف الأقليمية ثانيا. نعم، من مدينة ريحانية تركيا الخبير العسكري السوري الأستاذ أديب العلاوي، شكرا جزيلا لك.